لمسألة الشهادة ومسألة الشهيد دور في بناء وتشكيل العقل الإسلامي والوجدان الإسلامي على مر تاريخ الإسلام. في سنة 2000 ميلادية صدر كتاب يحمل هذا العنوان: الإمام الشهيد في التاريخ والأيديولوجيا، شهيد الشيعة مقابل بطل السنة، للدكتورة سلوى العمد. بحسب ما قرأت عنها أن المؤلفة من الأردن، ولكنها عاشت فترة من حياتها خاصة بان الحرب الأهلية اللبنانية، عاشت في لبنان، وبالتالي كتبت رسالة ماجستير سنة 1987. هذه الرسالة مع بعض الإضافات والتغييرات تحولت إلى كتاب تحت العنوان الذي ذكرته. في هذا الكتاب تعمد الكاتبة لدراسة مفهوم الشهيد بصورة مقارنة ما بين السنة وما بين الشيعة، وقدمت الإمام الحسين عليه السلام كرمز للشهيد. كيف يتحدث أهل السنة عن الحسين كشهيد؟ وكيف يتحدث الشيعة عن الحسين عليه السلام كشهيد؟ كيف يتحدث السنة عن الحسين كرمز إسلامي؟ وكيف يتحدث الشيعة عن الحسين عليه السلام كرمز إسلامي؟ هذه الصورة المقارنة عقدتها على اعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام يعتبر الصورة الأبرز والأمثل والأوضح للشهيد في التاريخ الإسلامي. من ضمن القضايا التي بحثت في هذا الكتاب قضايا أبواب مختلفة، لكن من بين الأبواب التي عرضت هذه الصورة المقارنة مسألة التمايز ما بين صورة الشهيد وما يوصف به الشهيد عند السنة في مقابل ما يوصف به الشهيد عند الشيعة في ضمن أجواء الحرب الأهلية التي كانت في لبنان. تقول هي بأنها لاحظت أنه عندما يسقط أحد الشهداء عند أحد الطرفين توضع ملصقات، هذه الملصقات فيها اسم الشهيد، صورته إلى آخره، مكان النعي غيره، العزاء عفوا وغيره، ولكن لاحظت أن الاختلاف الأبرز في الأعم الأغلب، ليس دائما ولكن في الأعم الأغلب في العنوان الذي يتصدر هذا الملصق، أن السنة يكتبون الشهيد البطل والشيعة يكتبون الشهيد المظلوم. لفت انتباهها هذا الفارق، الشيعة يعبرون عن هذا الشهيد بالشهيد المظلوم والسنة بالشهيد البطل، فتساءلت ما السبب وراء مثل هذا التمايز في التعبير، وحاولت في هذا الباب من الكتاب أو هذا الفصل أن تحلل هذه المسألة من الناحية الفكرية، من الناحية التاريخية، ومن الناحية الاجتماعية والنفسية. قالت بأن الرمز، شخصية الرمز عند أهل السنة باعتبار أن الحكم في غالبية التاريخ الإسلامي كان بأيديهم، كان بيد أهل السنة، فالشخصية الرمز عندهم هي شخصية الخليفة، شخصية الحاكم، شخصية قائد الجيش البطل الفذ صاحب الفتوحات الكبرى، وهذا جعلهم يقدمون دائما كرموز بعض الخلفاء، أو طارق بن زياد مثلا، أو الظاهر بيبرس مثلا، أو على سبيل المثال صلاح الدين الأيوبي وغير ذلك، باعتبار أنهم إما حكام وإما قادة جيوش كبيرة عملت على تحقيق بعض الإنجازات على المستوى العسكري. هذه هي صورة الرمز في وعي ولا وعي أهل السنة كما قالت. واعتبرت أن نفس هذه الصورة انسحبت على شخصية أو صورة الشهيد عند أهل السنة، فهو الشهيد الرمز البطل الذي في طريق تحقيق غاياته سقط على أرض المعركة. فبالتالي عندما يعبر عن هذا الشهيد، يوصف هذا الشهيد، نجد غالبا ما يوصف بأنه الشهيد البطل. في المقابل تقول الشيعة
في أغلب فترات التاريخ الإسلامي كانوا هم المحكومون، وكانوا يمثلون كثيراً ما يمثلون المعارضة، كثيراً ما يمثلون الثائرين ضد الحكم، وكثيراً ما عاشوا فترات من الاضطهاد والقتل والملاحقة وغير ذلك، بما يمثل حالة من الظلامة التي يشعرون بها على مر التاريخ الإسلامي. ثم إن الشيعة ينظرون إلى الإمام الحسين عليه السلام ليس كحاكم كبقية الحكام أو الخلفاء، ولا ينظرون إليه كقائد جيش مثلاً ذهب إلى فتح من الفتوحات، وإنما ينظرون إلى الإمام الحسين كشخصية مقدسة تم اختيارها من قبل الله عز وجل، وهذه الشخصية المقدسة ثارت ضد الظلم، ضد الحكم الذي كان قائماً على يد يزيد والأمويين، وبالتالي في طريق ثورته تعرض لما تعرض له من القتل والتمثيل بجسده الشريف والشهادة، بحيث يجعل عنوان الشهيد المظلوم عنواناً متصدراً لصورة الشهيد الإمام الحسين عليه السلام في ذهنية الإنسان الشيعي على مر التاريخ. ولذا الشق المأساوي من قضية كربلاء، تقول الكاتبة، حاضرة بقوة فيما يكتبه الشيعة، فيما يخطب به الشيعة، فيما ينشدون به من أبيات وقصائد، وفي موروثاتهم، وفي كلامهم، وفي تعبيرهم. هذه الصورة للشخصية الرمز المظلوم، وهذه الصورة للشخصية الشهيد المظلوم، انسحبت على شهداء الشيعة، فصار الشيعة عندما يسقط لهم شهيد يعنونونه بالشهيد المظلوم لا بعنوان الشهيد البطل. حقيقة هذه القراءة التحليلية الجزئية فقط لجزء من الكتاب وبشكل مختصر جدا، هذه القراءة التحليلية تستحق حقيقة التوقف عندها. قد تكون صحيحة، قد تكون خاطئة، قد تكون قاصرة، ولكن حقيقة كقراءة تحليلية فكرية اجتماعية نفسية فعلا تستحق أن نتوقف عندها، نقرأ، نحلل، قد نوافقها وقد لا نوافقها، أو نوافقها جزئيا. وكذلك لربما البعض يقول ما الضير في أن نعنون شهدائنا بشهداء المظلومين، احنا دائما في حالة ظلامة وعلينا أن نستحضر هذه الظلامة ومن بطن هذه الظلامة نسترجع حقوقنا، كما يقال مثلا دائما يتداول تعلمت من الحسين على لسان غاندي، هكذا يقال أنه قال تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر، فبالتالي من بطن الظلامة ننتصر. فقد يقول البعض ما الضير في ذلك، نحن نتفق معها وهذا صحيح وهذا متعمد، ليس من اللاوعي بل هو أمر مقصود ومتعمد. على كل حال المسألة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تدبر في هذا الأمر. وأنا بنفسي حقيقة أثناء إعدادي للموضوع دخلت على الجوجل وكتبت بين قوسين الشهيد البطل، فالصفحة الأولى والثانية، ما طبعا ما عندي وقت أطالع كل الصفحات، لكن الصفحة الأولى والثانية فعلا أسماء الشهداء الذين ظهرت لي تحت عنوان الشهيد البطل، فعلا يتضح منها أنه من أهل السنة، ليس في لبنان فحسب بل مطلقا. ثم عندما كتبت الشهيد المظلوم طلعت لي أسماء شيعية عادة معروفة، يعني التمايز ممكن أن الواحد يوصل، فيبدو أن قراءتها فعلا ما زالت إلى اليوم لها حضورها، على الرغم من أن البطولات التي تحققت على يد المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني أمر ليس بالقليل، بل هو شيء نادر الحدوث خلال نصف قرن الماضية في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية. ولكن مع هذا وكذلك ما حصل مثلا فرضا في العراق وغيره، بالنتيجة السنوات الأخيرة هناك يعني نتائج
إيجابية وكبيرة تحققت على يد بين قوسين الشيعة في عالمنا الإسلامي في مواجهة بعض الحوادث. ولكن مع هذا هناك تعبير الشهيد المظلوم ما زال حاضرا. وكذلك لو راجعنا بعض نصوص الرثاء الحسيني، الأشعار، ما نقدمه من أشعار عن واقعة الطاف وما قبلها وما بعدها من أحداث، وكذلك بعض مصطلحاتنا التي نستعملها أو الأوصاف التي نطلقها على بعض رموز وشخصيات واقعة الطف، سنجد فعلا أن هناك شيء في وعينا ولا وعينا يرتبط بمسألة الظلامة والقهر أكثر من قضية البطولة والقوة. لاحظوا ماذا يقول الشاعر عن شهداء الطف، يتحدث عنهم وكأن سقوطهم على أرض المعركة كان خسارة فادحة، أمر يتحسر عليه، كأن ناس راكبين سيارة ومثلا صار لهم حادث مروري فتتحسر الأم أو يتحسر الناس على موت من كانوا في هذه الوسيلة للنقل. نمت على الغبرة حسافة أيا فرسان، نمت على الغبرة حسافة أيا فرسان. هل يعقل أن شهداء الطف بكل بطولتهم بكل شجاعتهم بكل ما قدموه من نصرة للدين وللحق ولإمامهم أن يوصفوا بمثل هذا الوصف؟ هل كان الشاعر موفقا هنا عندما يعبر عن نظرتنا إلى شهداء الطف إن حسافة ماتوا، كان الأفضل أن يبقوا على قيد الحياة؟ هكذا فعل شاعر آخر على لسان العقيلة زينب عليه السلام بحق علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه، يقول وصرخت حسافة روح يا شمعة الشبان. هذا منطق الشاعر، لكن لاحظ منطق العقيلة زينب في مجلس ابن زياد في كل طغيانه وبعيد واقعة الطف بقليل، يقول لها متغطرسا: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. هذا منطق قوة وليس منطق حسافة عليك يا يمة، هذا ليس منطق من يتحسر على سقوط الشهداء، ولكن منطق من يعتز بهم لأنهم قدموا شيئا عظيما لهذه الحياة، ولأن حركتهم ونتيجة هذه الحركة كانت في رضا الله وفي عين الله عز وجل وائتمارا بأمر الله، وبالتالي ما في تحسر على وقوعهم شهداء. نعم هناك عاطفة تجاههم، ولكن هذه العاطفة لا تتحول إلى مثل هذه الحالة التي يشعر فيها الإنسان بالضعف أمام ما جرى. فعلا طريقة عرضنا للعقيلة زينب، مواقف العقيلة زينب، يلفها الكثير من صور الضعف والتركيز على البعد المأساوي، المظلومة، المقهورة، المسبية، الباكية، الوحيدة، الغريبة، كعبة الرزايا، كعبة الأحزان، أم المصائب. هذه ألقاب عرفت بها العقيلة زينب، وتتصدر هذه الألقاب قصائدنا وخطاباتنا الحسينية، وهي تقدم صورة رمزية حقيقية لجانب لما جرى على العقيلة من مآسي ومن ظلامات، ولكنها لا تمثل كل الصورة ولا تمثل الصورة الحقيقية المتكاملة لابنة أمير المؤمنين علي عليه السلام. الصور البطولية المنقولة لنا من سيرة العقيلة زينب بعد كربلاء في مواقفها سواء في الكوفة أو في الطريق أو عندما وصلت إلى الشام وفي مجلس يزيد، هذه الصور لا تتوافق
مع هذه العناوين التي نصدر بها كلامنا عن العقيلة زينب. من بين هذه الصور ما نقله السيد ابن طاووس في كتابه اللهوف أو الملهوف في قتل الطفوف من موقف العقيلة زينب أمام طغيان يزيد في مجلسه، فقالت، طبعا الكلمة سأنقلها مجزأة مختصرة: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا على الله هوانا وبك على الله كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلا مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المنازل والمناهل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ فلتردن فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. أية عظمة هذه وأية بطولة تتجلى في كلمات العقيلة زينب! إن غلبة فكرة المظلومية في قبال فكرة البطولة في اللاوعي عندنا جعلنا نفقد أحياناً النظرة المتزنة لفكرة الشهيد والشهادة وعلى تطبيقها من خلال شخصيتي الإمام الحسين والعقيلة زينب عليهما السلام، لأن عناصر الشجاعة والصبر والقوة والبصيرة والبطولة حاضرة بكل وضوح في سيرتهما العاشورائية، ومن مسؤوليتنا أن نعيد التوازن إلى خطابنا من خلال تقديم الصورة الكاملة والحقيقية لأبطال كربلاء، وهي الصورة الزاخرة بعناصر القوة والإرادة الصلبة دون إلغاء للبعد العاطفي في إطاره الإنساني المتناغم مع الفطرة.